رجعنا لكم مشاهدينا مرة أخرى. بالنسبة للمشاهدين اللي عاد التحقوا بنا، احنا في النهائيات ديال برنامج العروسة للدورة ديالو الثامنة. كيف ما كتشاهدوا العريسات كانوا في الدوبليكس لأن كانت عندهم مسابقة ديال المطبخ، وغادي يبقاو في الدوبليكس باش نمشيو الأسئلة وأجوبة هاد المسابقة اللي كيشاركوا فيها مع الأزواج ديالهم. وغنبقاو مع أول سؤال. السؤال تيقول، ركزوا معايا ياسين واسماعيل، وصل العيد الكبير ونسيبتك عيطات لبنتها وطلبت منها تعيد عندها، وهي مولفة كدوز العيد مع والديك انت، شنو غادي دير؟ هي شنو غادي دير؟ واش تمشي لداركم كيف العادة، ولا تطلب من الوالدة ديالها تجي تدوز معكم العيد يعني نسيبتك، ولا تعيد في دارها تفاديا المشاكل لا هنا لا هنا؟ اشنو غادي دير انصاف؟ كنقول على الله الجواب الاول، غادي تسعيد معنا. تعيد مع داركم كيف مولفه كيف العاده. انصاف، اشنا هو الجواب ديالك انصاف؟ كنقول في ظل نعيدوا مجموعين في دار في دار حماتي. جواب صحيح. اسماعيل، جو انا غادي تعيد معنا كيف موالفه ديما مع داركم. الجواب الاول. نعم. زكيه، اشنو هو الجواب ديالك؟ انا كنقول غادي نعيط لماما تعيد معنا في دار حمات. الجواب خطا للاسف. اذا غنمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني تيقول، الا جاتك فرصه العمل في الخارج والمقابل المادي كبير، ولكن بشرط انك تخلي مراتك في المغرب، شنو غادي دير؟ واش غادي ترفض حيت ما يمكنش تخلي مراتك، ولا غادي تمشي لانها فرصه ما كتعوضش، ولا غادي تمشي وغتطلب من مراتك تنتقل للعيش مع داركم؟ مع داركم انت؟ مع دارنا انا. يعني غادي ترفض حيت ما يمكنلكش تخلي مراتك بوحدها في المغرب، ولا غادي تمشي لانها فرصه ما كتعوضش، ولا غادي تمشي وتطلب من مراتك انها تمشي تعيش مع داركم؟ ياسين. غادي ندير في طلع نقول الجواب الثالث، غادي نمشي بشرط انا تعيش مع دارنا. غادي تمشي لخدمتك اللي في الخارج. وانصاف تمشي مع داركم انت. انصاف، شنو هو الجواب ديال ياسين؟ انا كنقول غيمشي هو وغيطلب مني نجلس في دار حماتي. جواب صحيح. اسماعيل، جواب ثالث ايضا. نفس الشيء، نفس الشيء، تمشي وهي تمشي عند دار حماتها. زكيه، غادي يمشي يسافر ويقول لي نقعد مع دارهم. جواب صحيح. غادي نمشيو للسؤال الثالث والاخير. الى شي مره نسيتي ذكرى زواجكم، شنو غادي يكون رد فعل مراتك؟ هذه كتحصل. واش غادي تنسى الموضوع لان علاقتكم اكبر من مجرد يعني عيد ميلاد ولا ذكرى، ولا غادي تفكر بعصبيه حيت انت ديما كتنسى هاد المناسبات، ولا غادي تكون مبادره منها وتحاول انها تخلق جو احتفالي بالمناسبه؟ ياسين، غادا تاخذ هي المبادره ودير هاد الاحتفاليه. جواب ثالث. الاحتفاليه جواب ثالث. نشوفوا انصاف. ناخذ انا المبادره ونخلق جو رومانسي. جواب صحيح. اسماعيل، غادي تاخذ المبادره وتخلق جو احتفالي ان شاء الله. زكيه، شنو هو الجواب ديالك زكيه؟ انا غادي ندير بحال ما وقع والو ونخلق بيناتنا شي جو رومانسي. جواب صحيح. الجواب صحيح. اذا في انتظار انهم يلتحقوا بنا الزوجات ديالكم، غادي نعطيكم الحصيله النقاط ديال اخر مسابقه داخل البلاطو. بالنسبه لياسين وانصاف، حصلتوا على 6 ديال النقاط. اما زكيه واسماعيل من مكناس ف 4 ديال النقاط. كيف ما كانت هذه مشاهدينا اخر مسابقه داخل البلاطو، غادي نمشيو ونشوفوا ايضا اخر مسابقه خارج البلاطو. عبد الصمد، مفتاح الخير.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. المهمة ديالكم اليوم هي أنكم تبحثوا على الزوجات ديالكم اللي غتلقاوهم في واحد المكان معين، باش توصلوا له خاصكم تتبعوا مجموعة من العلامات أو المؤشرات. أول علامة غادي تلقاوها في المسبح ديال الأوتيل اللي أنتم ساكنين فيه، اللي هو هذا. عندي واحد الملاحظة مهمة جدا، وهي التنقل ديالكم خاصو يكون بلوتوستوب أو لا على رجليكم. يا سلام. والطلبة مزيان، راه في الطريق ديالكم غادي تلقاو واحد العلامة مهمة بزاف اللي غادي تقدر توصلكم الزوجات ديالكم بلا ما تتبعوا باقي العلامات. اللي وصل اقل وقت ممكن هو اللي غادي يفوز باكبر عدد من النقاط. الله يسهل عليكم، بون كوراج، ونشوفوا المشارك الاول. مهمة ياسين بدات بمغامرة صعيبة، وهي ايجاد العلامة الاولى تحت الماء والتوجه للمكان رقم واحد بالاوتوستوب. لقيت واحد الاشاره للمركز التجاري اللي خاصني نمشي ليه، وتما نلقى واحد الشخصيه اللي معروفه بالامثال ديالها باش يعطيني الهندس الثاني ان شاء الله. يلا خويا صاحبي. ها كيف واحد المسابقه غير ممكن لك توصلني. الله يعطيك الله يعطيك الصحه. مزاوم فيك. اي لا لا وصل، احنا ديال الناس ديال طنجه. الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك. اسماعيل لقب دور العلامة الأولى وتوجه نحو الهدف المرسوم. السلام عليكم، شاركنا في هذا البرنامج ديال العروسة. حسين قاعدين مرد علي من ديالو، تما فينا نقدر نلقى إن شاء الله شخصية قال لك معروفه بمثال الحكم ديالها، ما يكون هذا غير مسيح ان شاء الله. الان باقي لي واحد المركز التجاري باقي ما وصلناش ليه، ولكن تما والله غادي يكون شي حاجه قريبه حنايا. صافي هاد الجريده هادي الله يحفظك. تبارك الله فيك. الله يطول عمرك. شكرا رجع لك. انا مسيح. وصلت الخبر، ياسين وصل عند المسيح، ولكن واش غادي يجاوب على اللغز او لا؟ تبعوا معنا. شي شخصية معروفة بحكمها وأمثالها، تقدر تكون المسيح. إذا بغيت نخليك تمشي من هنا ندي لك واحد المثلة. مرحبا. حنا أربعة البنات قدامنا شلة فيها أربعة الليمونات، كل وحدة فينا خدات وحدة وبقات ليمونة في الشلة. كيفاش؟ كيفاش هاد القضية؟ أربعة البنات وأربعة الليمونات بقات وحدة في الشلة. أشوف إذا ما جاوبتنيش غتبقى معايا واحد خمسة دقائق، يعني أنا عقلت. للأسف ما لقاش الجواب ديالو، غادي يضطر يبقى معاه خمسة ديال الدقائق. ما كاينش هنايا شي تمثال ديال شي واحد هو هذا اللي تزاد علينا سنتيمات، وما يقدر يكون هو لا حتى سنتيمات، هو عنده حكايات ديالو. الجواب وليدي وهو أربعة البنات كل وحدة خدات ليمونة، والأخرى في البنات خدات ليمونة والشلة ديالها. واش دابا؟ أول حاجة حتى الدقيقة هي كملات. دابا غادي نعطيك الخريطة فين غادي تمشي إن شاء الله. حافظ عليها راه فيها كلشي. بسم الله. غاتمشي عند البقال هو الأول، عاد مور البقال هو اللي غادي يصيفط عند بائع اللبن. يا سلام. شكرا. شوف لا لا العروسة خويا ديال طنجة. الله يحفظك. دابا أنا غادي في الطريق حتى بان لي واحد السيد كيتسنى تما. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا وليدي فينك؟ عطلتو عليا شي شويه. اسمع اسمع، انا غنقول لك واحد اللعب، واحد اللغز مزيان. حنا اربعه ديال البنات، كاين واحد قيف، كاين جوج درايات، وغادي نلقاو واحد ملحان وشحدا هذوك الرايات ان شاء الله. على يدك ديال اليمن. وليدي سالا 30 ثانية. غادي نجاوب ولا؟ يلا دابا جاوب، إلا عندك جواب جاوب. وحدات وعطات الأخرى. إيه لا وليدي ماشي هذا هو الجواب، غادي تبقى معايا واحد الخمسة ديال الدقائق. إيه خو إسماعيل قصر ليا مع المسيح، وراه مشات لك خمسة ديال الدقائق. لا لا عاوتاني. بنت ليا سختي شوية. هو ضروري. عرفت أش غادي دير الله يرضي عليك؟ دخل بعدا شرب شي حاجة في هذيك الحانوت. برد هنا. يعني هنا على ما نلقى الأوتوستوب شي واحد يوصلنا. أنا وليدي على الخريطة هاي. طيب دايما.
وانا ممكن هنا طريق هنايا خصني نمشي لهدا. واش قحا ديال ما بارد شحال اش عمل مسيح؟ شرب بسم الله ارى لي هذه صوره مراتي تبارك الله عليه قال العالم اللي هضرنا عليها واللي غادي توصلوا مباشره عند مرته كله طيب عاوتاني ايوا اخيرا لقينا هذه الانديس هذا لقيت الصوره ديال المدام ديالي انا وياها والصوره ديال عق فين صورناها هذا انديس ديال لوطيل فين دوزنا في ديك الدخله ديالو ايوا دابا غادي نكمل عند المدام ان شاء الله ولكن الخريطه باقي فيها شي حاجه اخرى قيلا خصني نرجع صافي دابا نرجع لوطيل ان شاء الله. ياسين حل اللغز ولقى فين كاين انصاف وبدا رحله العوده اما اسماعيل فرحلته مستمره نحو البقال. قيلا بقينا هنايا يا شفت واحد المسابقه نمشي نيشان هنا هكا وغادي نطوش حد جهه هو هذا المرسل من هناك ها هي الشيء ما اخي اموش درافوز هما احنا وصلنا من البقال. السلام عليكم سيدي الله يعطيك الصحه عفاك انا مشارك في برنامج لا عروسه الله يعطيك الصحه سيدي بارك الله فيك احنا غادي لوطيل ان شاء الله باش نقلب على انصاف تما ان شاء الله فين نلقى حتى هذا الانديس هذا كاين في لوطيل ونتمنى من الله ان شاء الله تما نلقاها. بس قول لي انا نزوق في شي حجايه الله يعطيك ما كاين لا حجايه قول لي لا حجايه لا صحاب انا بغيت نشوف امولاي دابا انت انا شتي شاد الزليج هذا بالضبط كاينه في دخلات لوطيل ونتمنى من الله هذا تكون هنا تبع هذا الشيء انا اللي عاشت يا ربي يا مولانا يا ربي السلام عليكم ها واش يلا الله يرضي عليك دخل دخل ابراهيم عطيه لا ما سير شي كزلمو اه قرا هاد الماء صافي هاد الماء انت راه باش وجه صغيره انت راه وجه كبيره شوف دابا نشرب عاود تشرب صافي بارك هادي يا خويا العالم اللي غتوصلوا لمراته زكلها ويا غي هنايا اي هنايا والله اي هنايا تاع هنايا صافا يا خويا ندوز هي جيت هو مرزق من هنايا فاتورا حتى البون بوان شكرا لك والله الوالدين السلام عليكم خويا مشاكل في واحد البرنامج الا كان ممكن اخويا عطيك الزيت ماشي برنامج الا كان ممكن اخويا انت وصلنا المحطه الاولى دابا نوصل حتى البومبوان باش ندورو جهه واد مرزق حنا وصلنا دابا حنا في ثلاث بلاصه د البقال حنا البقال دابا حنا باش نوصلو البومبوان اللي دابا قيل حنا وصلنا البومبوان دابا دابا راه قربنا بزاف مول 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 السلام عليكم اهلا قال لك اسيدي اشنا هي المسافه بين الحرف الاول والحرف الاخر ديال الكلمه ديال جميله المسافه هي ميل بارك الله عليك تبارك الله عليك والله الا راك ممكن بلاتي دابا على هذا الخبال هذه واحد الامانه خلاتها لك الوالده ها وراه في وسطها واحد الرساله ها هي يلا وليدي يلا شبع راسك الله يكمل امين شكرا الله يعطيك العافية اخويا هزي هزي شحال ما زيدتينا مزيان اخويا الرسالة أصبحت واضحة بالنسبة لإسماعيل والعودة للفندق هي آخر مغامرة في هذا النهار. المشاركين لقوا الزوجات ديالهم بدرجة صعوبة متفاوتة القضية ما كان سهل عليهم خصوصا مع لوتو ستوب والعلامات اللي الفهم الصحيح ديالها لعب دور كبير في المسابقة والحفاظ على الوقت. سيادنا ما بقى لي الا نودعكم كنتمنى التوفيق للمشاركين ديالنا اما النقيطات فهما عند لالا فاطمة. قبل ما غادي نعطي النقاط ديال هاد اخر مسابقه خارج البلاتو غير هنا بغيت نسول العرسان ديالنا في هاد المسابقه ياسين واسماعيل غنبدا باسماعيل اسماعيل كيفاش كانت المسابقه شتك شويه كنتي
شويه المسابقه كانت صعيبه بزاف، لاقاش باش تقدر دير اوتو ستوب ما كيبغيش كلشي يحبس لك. انت شويه حشومي ما كتبغيش ما بغيتيش دير لوتو ستوب؟ شويه ما سبق ما عمرني درت اوتو ستوب، انا يعني اول مره كنديرها هي في هذه المسابقه. نعم. وزادت عاوتاني فاش وصلنا للمرحله الاولى ديال المسابقه، واحد ما وصلتش لواحد التصويره كان خاصني نشوفها ما شفتهاش، صافي تما فين تما فين خديتي واحد الوقت اللي هو طويل. تما فين. وكيفاش جاك المسيح في المسابقه؟ الصراحه تفاجئتي به؟ تفاجئت، فوق ما كنبغي نوصل لشي بلاصه كنلقى هو سبقني ليها. ما مبرزتنيش غير انا في البلاطو، مشى لكم حتى نتوما. هي كنبغي، ولكن كان داخل المسابقه يعني حتى هو كان جزء من المسابقه. هو اللي كان كيعطينا الخريطه وداك الشيء باش كنكملوا الطريق. نعم، قبل ما غادي نعطيك التوقيت غادي نسمع ياسين. ياسين كيفاش كانت المسابقة؟ لأن التوقيت ديالك كان أقل بكثير من صراحة من إسماعيل. كانت ممتعة واللي ساعدني في هذا الشيء هما الناس اللي عاونوني في لوتو ستوب، وكنشكرهم من هذا المنبر هذا كامل، هم لا الحاج عبد الرحمن لا الناس اللي في الطوموبيل اللي هجمت عليهم مساكن واقفين تزار حزرهم، وهذا الشيء هذا كامل الفرد تنفس نقول لهم راه لا العروسة راه ماشي شي حاجة أخرى ولا كانوا كيتخوفوا أنهم يركبوك. عتيتي يقول شوفوا الكاميرا مان معنا وكل شيء تيهزنا معاهم، وصراحة تساعدوا معنا بزاف الله يجازيهم بخير. الاسئله ديال المسيح حتى انا ما عرفت لهمش، مي الحمد لله فاش وصلت للمكان ديال عند مول الحانوت المهم عرفت شفت الصوره فين كاينه، وعرفت من بعد ديك الصوره حنا كنا خديناها في الوطيل، يعني في الوطيل كانت مطابقه ما تكونها في الوطيل داك الشيء اللي سهل. وهذه هي هذه اللي ما شافش اسماعيل في المره الاولى، ولكن تبارك الله راه جيتي راكب على على دراجه ناريه. ما جيتيش على رجليك. اذا كان التوقيت اللي درتي ياسين كان 46 دقيقه وحصلتي على 5 ديال النقاط. اما للاسف اسماعيل كان 0 نقطه لانك درتي ساعه ونص، يعني كان الوقت طويل بزاف. غادي نمشيو فاصل اعلاني، حنا ديما معكم، خليكم معنا.